وأدرجت دولة الكويت 4 كيانات و10 أفراد من حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب وفرضت عليها حزمة من العقوبات، وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها مركز استهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على قمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز. وأشارت إلى أنه تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 37 التي عقدت في المنامة عام 2016، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.